عبر الهاتف الأستاذ محمود بسيوني الكاتب الصحفي. أستاذ محمود، في البداية أرحب بك إلى هذه التغطية على شاشة أكسترا نيوز. لأي مدى نستطيع القول أن مشهد إعادة المصريين من أفغانستان على هذا النحو يعكس ملامح ربما واضحة أو مهمة في مصر الحالية؟ ولأكون أكثر دقة، أتحدث هنا عن ملامح الجمهورية الجديدة. بالتأكيد يعني احنا امام ملامح بتبتدي يعني بدات التشكل لهذه الجمهوريه الجديده التي تبنى على فكره الانسان، انه دوله تسخر كل امكانياتها وكل قدراتها وكل ما تمتلكه من قدره عسكريه استخباراتيه امنيه دبلوماسيه، ان تتحرك بمثل هذه السرعه وان تنفذ هذا الاجلاء بهذا الشكل الكثير الذي فيه كثيرا من الاحترافيه والذي فيه كثيرا من العمل الاستخباراتي والذي في نجاح كبير جدا لهذه الاجهزه انه ينفذ هذه العمليه بهذا الشكل، بينما دول عظمى لم تستطيع حتى هذه اللحظه ان تجلي رعاياها، وحينما حاولت ان تجلي رعاياها لقينا مشاهد يعني لن دلال جبيل ومشاهد صعبه جدا انسانيا. هنا احنا بنشوف دوله بتحترم الانسان وتحترم كرامته وتتمكن بامكانياتها وبقدراتها ان تحمي هذا الحق في الحياه. مصر في هذا المشهد حمت حق المصريين في الحياه، حمت حق المصريين في الكرامه. هذا المشهد الكريم الذي تستعيد فيه مصر هؤلاء يعني جاليتها ورعاياها الذين كانوا موجودين عالقين في افغانستان، اتصور انه مشهد يعبر لاي مدى الدوله المصريه تهتم بحياه المصريين، تهتم بالمواطن المصري في اي مكان في العالم. في اكثر اماكن العالم اليوم توترا، افغانستان هي اكثر مكان على كوكب الارض توترا الان. طيب أستاذ محمود، يعني دعني أقف معك عند تصريح أحد المصريين العائدين من أفغانستان، قال نصا أنه إحنا كنا على يقين أن مصر ما بتسيبش ولادها. فكرة وجود هذا اليقين الذي أصبح مترسخا وبات مترسخا في داخل المواطن المصري سواء في الداخل والخارج، إلى أي مدى يعكس ذلك الثقة التي كانت تبنى منذ 7 سنوات؟ الدولة المصرية منذ اليوم الأول تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تضع المواطن المصري أولوية أولى لكل عمل تقوم به. ربما رأينا في السابق وفي سنوات ماضية تحرك مصري كبير جدا تجاه الجاليات المصرية في الخارج وتحرك مصري لإنقاذ المصريين، ربما رأينا هذا المشهد صحيح في عام 2015 حينما نفذت القوات المصرية ضربات في ليبيا قصاصا للمصريين الذين قتلوا في ليبيا في ذلك التوقيت. رأينا أيضا تحرك الأسطول المصري الجوي لإجلاء المصريين من ووهان في وقت كانت فيه هي بؤرة انتشار فيروس كورونا، ثم نقلت كل المصريين بعد ذلك في كثير من الأوقات إلى مصر من أجل حمايتهم من هذا الفيروس. أيضا رأينا إجلاء للمصريين الذين علقوا في ليبيا ثم المصريين الذين كانوا محتجزين في اليمن. كل هذه المشاهد تؤكد أن الدولة المصرية تعمل وأجهزتها الاستخبارية تعمل أجل حماية المصريين في أي مكان في العالم وفي أي ظرف وتحت أي سماء. هذا المشهد أتصور أنه مشهد هذه الدولة الجديدة، هذه الدولة التي تحترم الإنسان، هذه الدولة التي تثمن حياة الإنسان والتي تضعه في أولويات عملها بشكل يعني مكثف تعمل من أجله. ربما رأينا في هذه العملية تحديدا عمل مكثف أزمة منذ اليوم الأول. طيب أستاذ محمود، سأتحدث معك عن هذا التجانس الذي رأيناه في فكرة عودة المصريين من أفغانستان، ولكن دعني أقف معك عند الجمهورية الجديدة. احترام الإنسان، احترام كرامة المصري وقيمة المصري تأتي بالأساس، إلى أي مدى نستطيع القول أن ذلك يأتي اتساقا مع ما يتم إنجازه في الداخل وإطلاق المبادرة الكبيرة حياة كريمة لا تنطبق فقط على المصريين المقيمين في الداخل بل تشمل جميع المصريين في أي من ربوع العالم؟ الدولة المصرية تعمل على وضع الإنسان المصري في المقام الأول في كل عملها. الآن تهتم بحياة كريمة الإنسان في القرى. كل هؤلاء كل هذه المشاهد أتصور أنها تصنع شكلا جديدا لقوة الدولة المصرية. قوة الدولة المصرية نابعة من قوة شعبها في الداخل، وده هو المشهد الذي وضع مصر الآن على رأس كل الدول. احنا نتحدث على دولة كبيرة، دولة عظمى الآن تتحدث عن نفسها هذه الرسائل. مشروع بحجم حياه كريمه، بنتحدث عن مبلغ كبير جدا يعني سيتم انفاقه في هذا المشروع، وهذا المشروع يهتم بالمواطن في الاساس، المواطن المصري في الاساس في القرى وفي النجوع في كل الاماكن حتى البعيده عن التنميه، وتعمل على ان تكون هذه التنميه بشكل مستديم. فبالتالي هنا يعني الدوله المصريه اتصور انها وضعت استراتيجيتها مبنيه على الانسان المصري، مبنية على دعم هذا الإنسان في أي مكان هو موجود فيه.
في انه تستثمر في انه هذا الانسان له كرامه، وهذا العمل الذي يتم كله يتم من اجل هؤلاء المصريين سواء في الداخل او في الخارج. ومن هنا تاتي قوه ومناعه هذه الدوله، هذه الدوله تحمي نفسها وتحاصر نفسها بقوه الفرد المصري. نعم. وبانه الدوله تهتم بهذا الفرد بهذا الشكل الذي رايناه وبهذا العمل الناجح وهذه الملحمه التي سطرها رجال الظل في مصر من اجل استعاده هؤلاء من افغانستان من اكثر بقع العالم توترا. طيب استاذ محمود، يمكن اللافت في النظر في هذا الموضوع هو سرعه التحرك، وان كانت كل هذه العمليه منذ بدايتها لم نعرف ولم نعلم عنها اي شيء سوى هي اللحظات الأخيرة وسلامة وصول المصريين بأمن وسلام إلى أرض الوطن. نحن نتحدث هنا عن دولة أفعال لا أقوال. صحيح، هذا هو الفعل. ربما يعني حضرتك أصبت في هذا الوصف، فعلا دولة الأفعال وليست الأقوال، والأفعال التي رأيناها دون أقوال. يمكن ربما في الأيام السابقة تابعنا دولا كثيرة تتحدث عن محاولات وتنسيق وعمل كثير جدا من أجل استعادة رعاياها، ولكن الدولة المصرية في صمت شديد وفي سرية شديدة قامت بعمل استثنائي، قامت بعمل يعني شديد التعقيد وشديد الصعوبة، لأنه في هذا الوضع الذي تعيشه في أفغانستان لا يوجد أي أمن من أي نوع، لا يوجد قدرة على أنه يتم هذا العمل بهذا الشكل الرائع الذي رأيناه. الطائرة تهبط هناك، وربما إكسترا نيوز انفردت بالأمس بهذا المشهد لنزول وهبوط الطائرة المصرية التي أقلت بعد ذلك هؤلاء الأشخاص، حينما أيضا نقلتهم من داخل أفغانستان من أماكن متفرقة في داخل أفغانستان. هنا عمل شديد الصعوبة أيضا وعمل في تأمين شديد لهؤلاء الأشخاص، ثم تنقلهم إلى الطائرة التي تطير إلى مصر، وفي يعني سرية شديدة نكتشف في النهاية أن الدولة المصرية قد نجحت بالفعل، وكانت فعلا أقوال يعني أفعال وليست أقوال كما رأينا في هذا العمل الاستخباراتي شديد النجاح. نعم. والذي يدل على مدى ما تمتلك الدولة المصرية الآن من قدرات ومن امتلاك للقدرة أن تنفذ مثل هذه العملية في خارج الحدود، وتستطيع النجاح والعودة سالمة بالمصريين الموجودين في أفغانستان. طيب هذا سيأخذنا لما كنت تتحدث عنه أستاذ محمود، وهو فكرة التجانس، التنسيق، الاتساق المتواجد بين مختلف مؤسسات الدولة. إلى أي مدى لغة التجانس، لغة التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة هي ما دائما تكون، وإن صح التعبير، هي الحصان الرابح؟ بالتأكيد قوة الدولة المصرية الآن مبنية على هذا التجانس الكبير ما بين كل مؤسسات الدولة. هذا عمل وراءه تجهيز كبير جدا، وراءه تنسيق وعمل مشترك. أجهزة الدولة كلها عملت بشكل متناغم جدا من أجل أن تنفذ هذا العمل، وربما رأيناه في أعمال أخرى سابقة، وهذا دليل على أي مدى وصلت اليوم الدولة المصرية في تأسيس يعني هذا الشكل من أشكال الجمهوريات القوية. نحن نتحدث عن جمهورية جديدة تهتم بالإنسان، وفي نفس الوقت تسخر كل إمكانياتها العسكرية والاستخباراتية. ربما رأينا في هذا العمل عمل مهم جدا قامت به القوات المسلحة المصرية، عمل قامت به المخابرات العامة المصرية في هذا التنسيق وهذا العمل على الأرض في دول أخرى، الدبلوماسية المصرية وعمل سفاراتنا في الخارج كيف تتحول إلى خلية أزمة في مثل هذا التوقيت من أجل حماية المصريين الموجودين على أراضيها. ربما رأينا الطائرات المصرية في العام السابق تتحرك من أجل مواطن واحد صحيح في مكان بعيد تماما ولا تصل اليه الطيران. تقوم الدوله بالتنسيق وتقوم الدوله بالعمل من اجل استعاده هذا المواطن الواحد من هذه المنطقه التي تتعرض لاي نوع من انواع المخاطر. طيب يمكن استاذ محمود كان في شيء لفت للنظر في كلام حضرتك، ان حضرتك ذكرت ان هذا الموقف لم يحدث للمره الاولى وتكرر في اكثر من دوله وعلى اكثر من لاكثر من سبب. ثمة رسائل ربما تريد الدولة لإرسالها للمصريين المتواجدين بالخارج، لو من وجهة نظر حضرتك ما هي أبرز هذه الرسائل، وكيف سينعكس أو ستنعكس كل هذه التحركات والتصرفات على أي مصري موجود في أي دولة من دول العالم؟ ربما أهم الرسالة والتي وصلت للمصريين بهذا المشهد أنه المواطن المصري موجود في أي دولة في العالم أن الدولة لن تترك، وأن الدولة المصرية تستطيع حمايته وتستطيع أن تستعيده في أي لحظة، وترسل رسائل للدول الموجودين فيها المصريين الآن أن مصر لن تترك حق مصري ولن تسمح بالمساس به وبكرامته وبحياته. هذا المشهد فيه رسائل متبادلة
ما بين الدولة المصرية بشكلها الجديد، جمهورية الإنسان المصري الجديدة، وما بين كل دول العالم، أن المصريين لابد أن يكون مقدرين في هذه الدول، وأن مصر لن تسمح بأي مساس لحياتهم، وأنها تستطيع إنقاذهم وتستطيع حمايتهم وتستطيع الوصول لهم في أي مكان. أن هذه ممتدة وأستطلاع جاهزة من أجل حماية المصريين في أي مكان في العالم. نعم، الأستاذ محمود بسيوني الكاتب الصحفي، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات.